السلام عليكم، معاكم محمد عبد القادر. احنا النهارده في وادي نطرون، بنصور في 15 فدان. برتقان، 10 برتقان و5 محاصيل. برتقان نشاوي، دي فرصة. 15 فدان، موقع محترم، زراعة بسم الله ما شاء الله فوق الممتاز، مزروعة كلها فاصوليا. الأخضر ده فاصوليا، متخططة كلها فاصوليا مزروعة، وده بشاير برتقال الصيفي عمره 4 سنين، حاجة فوق الممتاز. والحاجات الحلوة دي ما بتجيش كتير، الفرص الحلوة دي ما بتجيش كتير. موقع، مية، كهرباء، استراحة، كل حاجة موجودة في الأرض. مطلوب 600,000 للفدان الواحد. صاحب الأرض كنا مع بعض دلوقت، فقال 600,000 سعر نهائي وكاش. بسم الله ما شاء الله على الزراعة وعلى الموقع وعلى كل حاجة في الأرض. ربنا يبارك لصاحبها وللعمال اللي شغالين فيها. في 3 استراحات، كل 5 فدين عليهم استراحة. دول أول 5 فدين برتقال. ملوحة المية 600، ناس بتسأل برضو على أعماق البير. البير 250 متر، وش المية من 50 لـ70، مش متأكد في دي بالذات، بس من 50 لـ70 وش المية. دي أول استراحة في الأرض. ودول 5 فدان اللي هم محاصيل، دول مزروعين فول. طبعا الفول مش هينفع ندخل جوه، هنبقى ماشي على جنب الفول. بسم الله بسم الله. اللي عاوز يستثمر في الأراضي ما يسيبش العرض ده. معلش الأرض كلها مخططة وزرعها، مش عارف أمشي عشان لو الكاميرا بتلف كده ولا كده. بسم الله. برا الارض اروح الخمس فدان التانيين.
الارض على مشايه. دي مشايه 6 متر. بالنسبة للبير خاص بالأرض، كهرباء مشتركة والبير خاص بالأرض. أبص الفول، بسم الله ما شاء الله. ودي الصراحة التانية. ده البير خاص بالأرض. بسم الله. ودول 5 فهدين البرتقال الثاني، 5 برتقال وبينهم 5 محاصيل و5 برتقال الناحية الثانية من الأرض، ومزروعة كلها بذنجال. برتقال كله نشاوي، زراعات بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها. العرض بتاعنا ده يا جماعة ما يتفوتش، مطلوب 600,000 للفدان الواحد. بسم الله ما شاء الله وربنا يبارك لصاحبها. برتقال لسه عمره صغير، تربة فوق الممتاز. الناس اللي عارفة التربة بتاعت شرق الصحراء وبتاعت مصر والتحدي دي زيها، ونفس المية ونفس حلاوة الأرض وحلاوة المية. وانا عارف ان انا بقول ايه، والسعر ده مش هتلقاه مع اي حد نهائي. ربنا يوفق البائع والمشتري. موقع يا جماعة، موقع فوق الممتاز. ما تنسوناش في اللايكات والاشتراك، اللي مش مشترك في القناة يشترك، مش اجباري. شكراً.